المشكل اللي كنواجهوه مع جماعه ديال سيدي موسى بن علي هو انه كانت الامور عندنا عاديه. حنا مؤسسه كنعطيو واحد العقود ديال التكوين للمترشح باش يمشي يدير لها تصحيح الامضاء في الجماعه. كنلاحظوا فكانت الامور مزيانه في الاول. المهم بالنسبه للمؤسسه راها كتواجد هنا من 2019. حنا كنلاحظوا بالضبط مؤخرا يعني الاواخر ديال 2022 انهم الناس ديال الجماعه كتمتنع انها دير تصحيح الامضاء لاسباب نجهلوها. فملي هذا سولنا يعني بغينا استفسار قال لك بغينا الوثائق ديالكم ديال المؤسسه يعني الوثائق المؤسسه واش قانونيه ماشي قانونيه. وحنا الحمد لله ما غاديش نحتاجوا اننا نديبوزيو الوراق باش تكون مؤسسه قانونيه. علاش؟ لاننا حنا تابعين لوزاره التجهيز والنقل بالضبط النارسه. يعني حنا مادام حنا كنكونوا عندنا ناس كنعلموهم كنوجدوا لهم لي دوسي كنحطوهم في سيرفيس ديميل كينجحوا الناس وكناخذوا بيرميات يعني خارجين من اداره كبرى وكنعطيهم لهم. فحنا الحمد لله راه قانوني حيت الا كان شي اشكال فوزاره التجهيز والنقل اللي غادي تتواصل معنا ماشي الجماعه ماشي اداره اخرى. فملي استفسرنا قال لك الوثائق ما الوثائق. بطبيعه الحال حنا ملي تاكدنا على الامتناع ديالهم بتصحيح الامضاء الوثائق ديالنا فحاولت نتواصل مع الناس المسؤولين تما ملي ما استجبوش لينا اضطريت انني حطيت شكايه للسيد العامل يعني باقليم عمالة المحمديه ويعني مازال ما وصلنا منهم حتى شي حاجه. وانا كنطالب يعني التدخل ديالو يكون سريع لان بصح تعرضنا لواحد الاضرار اللي هي جسيمه لا ماديا ولا معنويا حيت مادام العقود ما كتليغاليزاش يعني ما كديرش لها تصحيح الامضاء فالكليان ما كيتقدر انك تخدم معاه اولا كاين اللي مشى منهم كاين اللي يعني هاد المسائل حنا مغامرين ودايرين واحد المؤسسه هنا قربنا واحد الاداره اللي كتعطي واحد يعني بواحد درجات اللي كيتوصلوا من خلالها المواطنين لهذا كيتوصلوا كينالوا واحد الرخصه اللي هي ديال السياقه اللي هي لا يستهان بها لانها اصبحت يعني واحد الوثيقه اللي هي ضروريه انهم تكون عند المواطنين. فاحنا حاليا كنطالبوا بتدخل ديال السيد العامل كيف ما سبق وقلت بان باش هذا الامر يتعالج في اقرب وقت ممكن لان فريمون كان يعني كنعيشوا واحد الازمه اللي هي اقتصاديه واجتماعيه. علاش؟ لان دابا الناس موقفينهم دابا ملي قال لي داش الكونترا ما دارش لا تصحيح الامضاء فالمترشحين موقفين ما قادرينش انهم يعني يمارسوا يعني يعني التعليم النظري والتطبيقي ديالهم. ف يعني هذا الشيء اثر علينا واثر على الخدمه ديالتنا ويعني بهاد الناس يعني فريمون ما انتبهوش وما لاحظوش يعني بانهم راه كيضرونا اولا ونفرض انهم تجاهلوا الضرر ديالنا فراه ضروا الساكنه ديالتهم. مادام الجماعه عندها واحد العلاقه وطيده وعلاقه يعني عندها يعني خصها تحامي على الصالح ديال المواطن فهي في هذه الحاله راه كضر المواطنين ديالها.